السلام عليكم ورحمة الله. ما بين يوم مضى وآخر يبدأ هذه أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد تبني مصر مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر القادم. اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة توقع عددا من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين. مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك رمسيس 2022 بمسرح عمليات البحر المتوسط. الأحداث بالتفصيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا الأسبق مشيدا بالمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن. من جانب آخر، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ كوب 27 المقرر عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ. وخلال استقباله وفدا من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الآلية الإفريقية لدفع جهود التنمية في القارة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر، مشيدا سيادته بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات. من جانبه، عبر الرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس، والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. وقد رحب السيد الرئيس بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيرا للقمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. من جانبه، أعرب السيد جون كاري عن سعادته بلقاء السيد الرئيس مجددا، مؤكدا ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ،
كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب السيد الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيد الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسغو العام الماضي، فضلا عن المشاركة مؤخرا في مؤتمر محيط واحد في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسة سيادته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكدا أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية خاصة الأفريقية فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي، خاصة وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخراً. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية. وقد أشاد السيد الرئيس بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. كما رحب السيد الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصة في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس سي وكذلك مبادرة حياة كريمة، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحي الحياة للمواطنين، فضلا عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب. وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة السيد الرئيس، مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، فضلا عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا.
كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية، وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصرا ضروريا لبناء دولة وطنية قوية. استقبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، وكان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد مؤتمرا صحفيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ في مقر وزارة الخارجية. أكد خلاله شكري أن مصر تبذل كل الجهود لرفع الطموح نحو مكافحة تغير المناخ وتنفيذ اتفاق باريس. من جانبه أكد كيري أن الولايات المتحدة تضع ثقتها بمصر لقيادة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، معربا عن ثقة واشنطن بالقاهرة خلال قيادتها للمؤتمر، حيث اتخذت خطوات عديدة ووضعت أهدافا مهمة فيما يتعلق بالمناخ. وقبيل انعقاد المؤتمر الصحفي، دشن وزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري مجموعة العمل المصري الأمريكي المعنية بالمناخ، وأوضح شكري أنه تم الاتفاق على تأسيس هذه المجموعة خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي. خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مشيدا بالحرص المتبادل على انتظام الانعقاد الدوري للجنة منذ انطلاقها. كما أكد مدبولي تطلعه أن يمثل هذا الاجتماع انطلاقة جديدة لفتح آفاق إضافية للتعاون والتنسيق بين البلدين بما يتواكب مع مقتضيات مواجهة تحديات العصر. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الاستثمار المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في كلا البلدين. من جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع العراق، لافتا أن الآلية تعكس الإرادة السياسية لدى مصر والأردن والعراق لتعزيز أطر وآليات العمل العربي المشترك. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني توافق رؤى البلدين حيال التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، كما أكد دعم مصر الكامل لحقوقها في مياه نهر النيل في إطار الاتفاقيات الدولية محل الصلة. وفي ختام اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي وبشر الخصونة، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون للتعاون المشترك بمجالات عدة، فضلا عن محضر اجتماعات اللجنة المشتركة. وقد تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، وكذلك توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام 2022-2024، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في المجال الإعلامي. وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع رئيسا وزراء البلدين محضر اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ. من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصونة، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابة الخصونة بفيروس كورونا عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
وقد تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا وثبتت سلبية فحوصاتهم. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية والمقرر إطلاقها قريبا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاجتماع حضره عدد من الوزراء المعنيين، وأشار رئيس الوزراء خلاله إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة للوزارات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة عبر تطبيق الاستراتيجية بكل محاورها. وجدد مدبولي الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية من قبل الرئيس السيسي، وذلك نظرا لدورها في الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبما يضمن استدامة عملية التنمية في مختلف القطاعات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة ملفات عمل صندوق مصر السيادي. وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق من أجل المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة. خلال اللقاء عرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية، حيث عرض ما تم اتخاذه من خطوات لطرح هذه الشركات ومتطلبات وتصور عملية الطرح. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بعرض تفاصيل خطة تطوير حديقة الأسماك على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني خلال الاجتماع المقبل. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بنقل تبعية عدد من المنشآت التابعة لمديرية الشؤون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في هاتين المحافظتين. وطبقا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ إجراءات تأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحرية الجوية المصرية الفرنسي رمسيس 2022، والذي يستمر لعدة أيام في مصر. وتشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات شارل ديغول والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز رافال. ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولانشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز F-16 متعددة المهام وطائرات المقاتلة رافال وميك-29. حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري الفرنسي في القاهرة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة للدفعة 118 حربية وما يعادلها، والتي تضم عددا من الدارسين والوافدين من الدول الصديقة والشقيقة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة للدفعة 118 حربية وما يعادلها، والتي تضم عددا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين. وفي بداية الاحتفال تم استعراض إجراءات التأمين الإداري والطبي والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الكلية الحربية لمجابهة فيروس كورونا، وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضا رياضيا تضمن تمرينات رياضية
أعقبه قيام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 118 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً للفروسية. واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكري من مهارات أساسية باستخدام السلاح، تضمن إشارات الميدان والقتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس. كما قدموا عرضاً للمهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة في أحوال الرؤية العادية والضعيفة والمنعدمة، عكس المستوى المتميز للطلبة المستجدين. وقدمت مجموعات من الطلبة عرضاً باستخدام الموانع للمهارة في الميدان والرماية من أوضاع مختلفة. تلا ذلك عرض لمهارات التعليم الأولي باستخدام السلاح، وعرض للموسيقات العسكرية. واختتم الاحتفال بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات المختلفة والمعهد الفني للقوات المسلحة يتقدمهم حملة الأعلام. وفي ختام طابور العرض العسكري عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتفوقين من أوائل الطلبة المستجدين تقديرا لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكري. وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها على الجهد المبذول لتحويل شخصية الطلبة المستجدين من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء اللامحدود للنهوض والتقدم بالعملية التعليمية وجميع النواحي الفنية والإدارية داخل الكليات والمعاهد العسكرية. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد، كما هنأهم بنيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية، وأوصى الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية واستعدادهم القتالي والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم. وصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا. عالميا تصدرت هذه الدول المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا، بينما تسعى بعض الدول لرفع القيود نهائيا، وتوافد السياح على الفلبين وأستراليا التي فتحت حدودها لهم. نتابع. في خطوة وصفت بأنها سابقة لأوانها، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع جميع القيود المفروضة المتبقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في بلاده خلال الأسبوع الجاري.
ووفقا لهذا الإجراء المنتظر، سيتم إلغاء إجراءات العزل للأشخاص الحاملين للفيروس لمدة شهر عن موعده المقرر، كما سيتم إلغاء اختبارات PCR المجانية. أما في أستراليا فقد أعادت فتح حدودها أمام جميع السياح الملقحين بعد عامين على فرض قيود السفر للحد من تفشي وباء كورونا. وإلى الفلبين فتشهد حالة من الرواج السياحي منذ فتح حدودها أمام السياح هذا الشهر. من جانبه قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ ما يقرب من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا. وما زالت ألمانيا وروسيا والهند تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين والوفيات خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار التوقعات بفرض إجراءات جديدة لمواجهة هذا التفشي المخيف. نصل إلى الصين التي أعلنت أنها ستعزز اللوائح لمواجهة الإجراءات المتشددة للسيطرة على الفيروس، مما يفتح باب التوقعات برفع القيود المفروضة منذ ظهور الجائحة في الصين والتي تجاوزت العامين. ولمزيد من المتابعة فيما يتعلق بفيروس كورونا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هاني وشاحي، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني. دكتور، أولا يعني نقف عند توضيح العلاقة بين بعض الأمراض الجلدية مثل طفح الجلدية وتساقط الشعر والإصابة بفيروس كورونا. مساء الخير. مساء الخير حضرتك. طبعا فيروس كورونا يعني مرض جديد دخل على العالم، ما خدش طبعا الفترة الكافية في الدراسة، لكن احنا بنتكلم عن الملاحظات اللي بنشوفها في جميع التخصصات وخصوصا الأمراض الجلدية اللي كانت بتصاحب هذا المرض. فبنلاقي الجلد بيبتدي يطلع حبوب أو أرتكاريا أو يتشابه مع أمراض كثيرة زي النخالة الوسطية أو الجلد اللي هي التهاب في الشرايين والأوردة، فيعمل تقرحات في بعض الحالات وتقلبات في بعض الأوعية الدموية. يعني الفيروس بيدي كوكتيل من الأعراض اللي بتشابه الأمراض الجلدية معظمها، ولكن لما بنلاقي فترات طويلة المرض ما بيخفش بنضطر نعمل التحليل بتاع الـ PCR عشان نتأكد ان ده زي فقط الفيروس كورونا ولا مسبب تاني. انما حضرتك بقى في الايام دي بنلاحظ ان الناس بتغسل ايديها كتير ويهتموا بالنظافه زياده عن اللزوم، وارجوهم ان هم ما يحاولوش يغسلوا ايديهم كتير قوي عشان ما يزففوش الجلد ويحولوا لنا الالتهابات الاحترافيه بتاعت التلامس الى اكزيما او الى تهيج صحي. نعم. دكتور هاني وشاحي استاذ الامراض الجلديه بكليه طب قصر العيني، شكرا جزيلا لك. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية أحداث الليلة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.